مشاهدينا اهلا بكم. في ظل اهتمام الكثير الفتره الاخيره بمتابعه اسعار الذهب والدولار، هنوضح لحضراتكم تفاصيل اسعارهما محليا وعالميا، حيث هبط الدولار عالميا ومحليا، كما سنوضح اخر تحديثات لاسعار الذهب اليوم. شهد سعر الدولار استقرارا في البنوك الحكوميه والخاصه، بينما تراجع في البنك المركزي المصري، كما شهد هبوطا قويا على المستوى العالمي ووصل الى مستويات متدنيه لم يصل اليها منذ اكثر من 70 يوما. نبدا بتفاصيل اسعار الدولار محليا، والذي شهد استقرارا في البنوك الحكوميه والخاصه منذ يوم الجمعه 10 مارس الماضي، بحسب اخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسميه، ليكون بذلك مستقرا لمدة 34 يوما كاملة دون زيادة، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه على خلفية طرح شهادات جديدة في بنوك القاهرة والأهلي وبنك مصر بفائدة 19% ثابتة و 22% متناقصة لمدة 3 سنوات، بهدف تقليل الضغط على الجنيه ورفع الفائدة 200 نقطة أساسا. وقد أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي في بيان له ارتفاع معدلات الاحتياطية النقدية لما يقارب من 100 مليون دولار على أساس شهري، وأوضح أن حجم الاحتياطي للبلاد قد بلغ 34.45 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بعد أن كان 34.352 مليار في الشهر السابق له. واليوم استقر سعر الدولار في البنوك ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر و 30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر، حيث سجل في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.96 جنيه للبيع، واستقر في بنكي الأهلي ومصر عند 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.5 قروش، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا لأعلى سعر وصل إليه، وسجل 30.85 جنيه للبيع. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023 إلى حوالي 30 جنيها، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى 26 جنيه. كما كشفت وكالة رويترز في استطلاع رأي أجرته لمجموعة من خبراء الاقتصاد عن تراجع الدولار مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل إلى 26.24 مقابل 32 جنيه وأعلى سعر. أما عالميا فقد هبط دولار بقوة بحسب مؤشر دي أكس واي، والذي يقيس مستواها أمام 6 عملات رئيسية بحسب جريدة وول ستريت، وسجل المؤشر 101.49 بعد أن كان 102.89 نقطة الثلاثاء الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي. نأتي لأسعار الذهب محليا، والتي تشهد حالة من التذبذب، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا، وأن أسعار الذهب في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب، فهو كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 24566 جنيها، سجل سعر جرام عيار 21245 جنيها للشراء، سجل سعر جرام عيار 18924، سجل سعر جرام عيار 14497 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه عيار 24 البيع 17960، وبلغ سعر الأونص عيار 24014 دولار. وتختلف أسعار الذهب في مصر بين مصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب. وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلى وسبائك الذهب. وقد رصدت الشعب العام للمصبوغات والمجوهرات باتحاد العام للغرف التجارية عضو أنشطة لعدد من الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل تهديدا مباشرا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، على رأسها ظاهرة إعلان بعض محال الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع، بما يخدع المستهلك.
لذلك تواصلت الشعبة مع الجهات الرقابية المسؤولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التجار والمستهلكين من ما يشهده سوق تجارة التجزئة بالأيام الأخيرة من الإعلانات الخادعة التي تدعى أن سعر المصنعي لجرام عيار 18 لا يتعدى 30 جنيها وهو سعر أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة ويمكن بيعها بالمحل دون تلاعب بالمستهلك. كما ناشدت المستهلكين بعدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة وحذرت أصحاب هذه المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذه الممارسات، حيث تخضع هذه الممارسات رقابية لجهاز حماية المستهلك وكذلك حماية المنافسة. أما عالمياً فارتفع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، وعززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع أرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات. وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2% بعد صعوده 0.4% في فبراير. مشاهدينا انتهت تغطيتنا الاقتصادية، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.